دكتور هيثم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لك والمشاهدين الكرام. مرحبا دكتور هيثم. لو أردنا أن نقف الآن بعد 46 يوم على ما يحدث في غزة، بداية كيف توصف الحال الآن وما آلت إليه الأمور سياسيا أو عسكريا؟ يعني نحن طبعا في اليوم 46 للعدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة وعلى المدنيين الفلسطينيين، يعني نحن نشهد مأساة وكارثة لم يشهدها التاريخ الحديث. يعني شبهها البعض بمجازر المغول في بغداد، وربما أفظع من مجازر المغول. ولكن يعني بعد سقوط أكثر من 12 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين، لا يزال هناك يعني ضغوط أمريكية وغربية لمنع وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعطاء الضوء الأخضر للعدوان الإسرائيلي كي يحقق ما لم يستطع تحقيقه خلال 46 يوم، عسى أن يحققه في أيام مقبلة أو أسابيع مقبلة. يعني عجزت إسرائيل عن تحقيق أي شيء من أهدافها التي رفعتها من حيث يعني دعوتها إلى أنها تريد القضاء على حركة حماس واحتلال قطاع غزة وتغيير الواقع في قطاع غزة وتحرير الأسرى الإسرائيليين. لم تستطع تحرير أي أسير، ولم تستطع القضاء على حركة حماس، ولا تزال حركة حماس تضرب بصواريخها تل أبيب وعسقلان وغيرها من المدن الإسرائيلية. فلا تزال المقاومة يعني في جهوزيتها واستعدادها وقدرتها على يعني الحاق الأضرار والأذى بالمستوطنات الإسرائيلية، ولا تزال المقاومة صامدة تواجه الدبابات الإسرائيلية وتدمر دبابات المركافة من مسافة صفر. لكن المشكلة الأكبر هي أنه المدنيون الفلسطينيون هم من يدفعون ثمن الهمجية الإسرائيلية الذين ينتقمون من المدنيين بسبب عجزهم عن المواجهة المقاومة والحاق الأضرار الكبيرة بها. دكتور هيثم، يعني لو تحدثنا أيضا يمكن الحدث الأبرز الآن، ودعني يعني أقف عند هذه النقطة لأنها نقطة غاية في الأهمية، إن إحنا كنا لسه بنتكلم أنا والدكتور عطوان وتابعنا مجموعة كبيرة جدا من الأخبار من جميع الأطراف للحديث عن هدنة والحديث عن تبادل أسرى والحديث عن نجاح هذه الهدنة، يكمن في نقطة أساسية ومهمة جدا وهي التزام الجانب الإسرائيلي بما جاء في بنود هذه الهدنة. كيف تابعتم هذا الأمر؟ طبعا هي الهدنة يعني تعمل عليها الولايات المتحدة ودولة قطر وعدد من الوسطاء الآخرين، ولكن يعني هالهدنة مطلوبة لتحرير عدد من الرهائن المزدوجي الجنسية الغربيين يعني وبعض الإسرائيليين من النساء والأطفال، في مقابل تحرير بعض النساء والأطفال يعني الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. وكما ذكرت هناك خشية أن إسرائيل لا تريد وقف إطلاق نار، تريد هدنة مؤقتة لساعات. الآن إذا قبلت بهدنة لأيام يعني نرجو يعني نأمل أن تلتزم بها، ولكن هناك خشية من أن تستغل الهدنة لتنفيذ بعض الاغتيالات بعض العمليات يعني الكوماندوس أو في داخل قطاع غزة من باب المباغة والمفاجأة. ولكن طبعا ستكون المقاومة جاهزة ومستعدة لهكذا سيناريوهات. ولكن الغدر الإسرائيلي معروف يعني أنه لا ليس هذا العدو لا يؤمن جانبه، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. نعم دكتور هيثم، يعني وسعادتك رئيس مركز دراسات الآسيوية، يعني وطالما كان الجانب الإسرائيلي يعتمد اعتمادا كبيرا على مراكز البحثية الداخلية في فلسطين المحتلة، يعني لو كنت متابعا لمراكز بحثية الآن إسرائيلية، يعني ماذا تقول عن هذا العدوان؟ ما هي تصوراتها؟ كيف ترى مراكز الأبحاث الإسرائيلية الآن هذه الحرب؟ يعني هل يحذرون؟ هل هم يؤيدون إطالة أمد الحرب؟ يعني إذا كنت يعني حق متابعا فنتمنى أن تطلعنا على هذا الجانب. يعني طبعا هناك انقسام في الشارع الإسرائيلي بين اليمين واليسار أو الوسط واليسار واليمين واليمين المتشدد، وهذا قد برز قبل حرب قبل عملية طوفان الأقصى في 7 من أكتوبر، حيث كان هناك
يعني اليمين الإسرائيلي وبزعامة نتنياهو واليمين المتشدد يريدون وقد قاموا بتعديلات الإصلاحات القضائية في الكنيسة الإسرائيلية التي يعني تعطي مناعة لنتنياهو كي لا يحاسب أمام القضاء بسبب فساده ويعني انتهاكاته، بينما كان اليسار والوسط يعارضون هذه الإصلاحات وقد أحدثت شرخا كبيرا في المجتمع الإسرائيلي. كذلك الأمر بالنسبة للصحافة ومراكز الأبحاث، يعني من هم أقرب إلى اليسار يحذرون من تداعيات هذه الحرب على يعني مستقبل الكيان الإسرائيلي ومستقبل التطبيع مع الدول العربية والإسلامية، وبأن هذه الحرب يعني لن تستطيع تحقيق أهدافها بسبب أولا من جهة أنه ليس هناك قدرة على تحرير الرهائن عسكريا بسبب أنهم موجودون يعني في مراكز سواء كانوا في أنفاق أو في مبان يعني قد تستهدفها العدوان الإسرائيلي، وقد سقط الكثير من الرهائن بسبب القصف الإسرائيلي الوحشي والعشوائي يعني، وخاصة استهداف المدنيين وهم موجودون بين السكان يعني بين المقاتلين. من جهة أخرى هم يرون أنه ليس هناك أفق سياسي لهذه العملية، ماذا بعد اليوم التالي إذا احتلت إسرائيل قطاع غزة أو دمر قطاع غزة، من سيحكم قطاع غزة؟ يعني قد تم تفكيك حركة حماس أو تدمير بناها العسكرية والحكومية ولم يعد هناك قدرة لها على الحكم. نعم دكتور هيثم، يعني نتابع منذ فترة تغيير في الرأي العام الدولي شعوبا وأيضا بعض الحكومات، ولكن دعني هنا أسألك عن الموقف الأبرز سياسيا في الدول الأسيوية لدعم المقاومة. يعني هو الموقف الأبرز في الدول الأسيوية يعني هو الموقف الصيني، لأن الصين يعني قد تعرض منذ البداية للعدوان الإسرائيلي وقد دعت إلى وقف إطلاق نار وعدم استهداف المدنيين ورفضت إدانة يعني عملية حركة حماس بعملية الطوفان الأقصى، وكانت يعني في مجلس الأمن مع روسيا مارست حق النقد الفيتو ضد مشروع أي قرارين أمريكيين كان يدينان حركة حماس ويبرران العدوان الإسرائيلي ويعني يدعمان عدم يعني لا يطالبان بوقف إطلاق نار ووقف الأعمال القتالية. فكان موقف الصيني بارزا ولا يزال دائما بكين تردد، ومن يومين كان هناك وفد عربي اسلامي يعني انبثق عن القمه العربيه الاسلاميه في الرياض، وقد دعا يعني ذهب لمناقشه مع الصين انه يدعو الصين لموقف اقوى وابرز لوقف العدوان. كذلك هناك مواقف يعني جيده لدول اسيويه كباكستان، يعني دوله اسلاميه طبعا يعني مؤيده للمقاومه ضد الاحتلال الاسرائيلي. وعموما كما ذكرت يعني معظم الرأي العام العالمي 95% من التظاهرات التي خرجت في العالم مؤيدة للمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، بينما هناك 5% أو أقل هي تظاهرات خرجت تأييدا للكيان الصهيوني. نعم. فهذا تبرز مدى يعني شعبية وتأييد الناس العاديين للفلسطينيين بسبب أحقية قضيتهم وبسبب عدالة هذه القضية وإنسانيتها وأخلاقيتها، بينما يعني معروف أن يعني إسرائيل هي دولة محتلة وهي دولة عنصرية ودولة أبارتايد يعني أسوأ من دولة جنوب أفريقيا بمئات المرات، ولا أحد يؤيدها إلا بعض الحكومات الغربية يعني التي تتماهى معها في إمبريالياتها واستعمارها واستيطانها كأمريكا وبريطانيا وفرنسا وبعض الدول المشابهة. نعم دكتور هيثم، يعني فضلا عن موقف الصين الآن وأيضا هناك الموقف الروسي، حقيقة الموقف الروسي هناك دعوة لبعض الدول العربية والإسلامية في موسكو، هل تجد أن هذا يعني يضيف إلى المؤثر الجديد موقف روسيا الموقف الإيراني الموقف الصيني، هل تجد أنه سوف يصنع فريقا الفترة القادمة؟ يعني الموقف السوري عفوا الروسي كما الموقف الصيني هما متحالفان وينسقان في مجلس الأمن، وقد مارست روسيا حق النقد مرتين وقد قدمت مشروعين ولكن أمريكا رفضتهما يدعوان إلى وقف إطلاق نار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولكن يعني طبعا كما
يعني وقد صدر قرار الجمعية العامة المتحدة بأغلبية الأعضاء بوقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية، ولكن إسرائيل بدعم الأمريكي وغربي رفضت يعني هذا القرار أو لم تطبقه. لكن يعني يبدو أن روسيا والصين يعني ومعهما عدد من الدول العربية والإسلامية يعني ليس لهما النفوذ الكافي لتطبيق هذه القرارات أو للضغط على أمريكا وإسرائيل، لأنه لا يتم استخدام أدوات يعني تؤثر على الغرب، كمثلا حظر النفط عن الغرب. يعني هذا يعني كما رأينا في حرب عام 73 مارست الدول العربية الخليجية موضوع أنه حظر النفط على الدول الغربية، وقد ارتفعت أسعار النفط بشكل جنوني وهو أثر على الغرب. هذا الإجراء لو اتخذ من قبل الدول العربية والإسلامية وبعض الدول الصديقة فسيصل سعر النفط إلى نحو 200 دولار، مما قد يعني يجعل الحكومات الغربية وعلى رأسها أمريكا يعني تعيد النظر في دعمها لإسرائيل وتسعى لوقف هذه الحرب حتى يعني لا 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 يعني تنال غضب المواطنين. إذن هناك الكثير من أوراق الضغط التي تمتلكها بعض الدول من أجل إنهاء هذه الحرب. أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور هيثم مزاحم رئيس مركز الدراسات الآسيوية، كنت معنا عبر سكايب في الشارع المصري. شكرا جزيلا.